مكفوفون بمديرية تريم يقومون بأعمال بمهارة عالية يعجز عن فعلها بعض المبصرين، فهم برغبتهم الكبيرة تحدوا الإعاقة التي منحهم الله إياها. هنا في تريم بحضرموت تمكنوا من إتقان صناعة الجبس الذي يزين منه البيوت وعمل إطارات النحل. وضعنا في خطتنا هدف أنه كيف نجعل من الكفيف شخص قادر على العمل وقادر على الكسب ويعتمد على نفسه حتى يكون عنده ثقة بنفسه ويكون عنده قدرة في التمكين والعمل. ولهذا وضعنا عدة دورات، من ضمنها دورة التجليد ودورة الجبس ودورة إطارات النحل وكذلك دورة صلاح المخدات وغيرها. وقد قمنا بهذه الدورات ولله الحمد، واستطاع كل المتدربين المكفوفين أن يفهموا ويستوعبوا هذه الدورة، لكن ينقصهم أحيانا المواد. ولذلك نحن نطالب من السلطة المحلية والجهات الأخرى سواء كانت خاصة أو رسمية أن يقوموا بدعم هذه الشريحة، لأنهم يفتقرون إلى الدعم المالي الذي يعزز من مشاريعهم. هؤلاء المكفوفين يقولون إنهم يعكفون على تعلم هذه المهارات عبر دورات نوعية تقوم بها إدارة جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بتريم، من خلالها يتمكنون من كسب قدرات وتأهيل إلى سوق العمل والاعتماد على النفس. أتقن العمل الحمد لله، والآن إن شاء الله نقول بعون الله وقدرته إن حننزل للسوق لنقل هذا العمل. طبعا الإطار هو عبارة عن رؤوس وجذر وكذلك جوانب، يعني نحن كله نستطيع تركيبه، نستطيع تركيب الرأس، نستطيع تركيب الجذر، كذلك نستطيع تركيب الجوانب. اللي تواجهنا الصعوبة فقط في المكان البسمار، يعني نتمنى إن شاء الله في الواقع أن نخرج وأن نفتح محل خاص بهذه الإطارات لنكتسب منها الخبرة ونكتسب كذلك الشيء المادي، الدعم المادي وكذلك الدعم المعنوي إن شاء الله في المستقبل. حين تنزل إلى الواقع وترى هذا العمل الذي يقوم به المكفوفون، يتبادر إلى ذاكرتك أنه من صنع الإنسان المتقن والخالي من الإعاقة، لكن هيهات أن يكون ذلك، فتتفاجأ حينها بأنه من عمل هؤلاء المكفوفين. قدرات كبيرة وتحدي صعاب بالإصرار والعزيمة، وبهذا تحتاج هذه الشريحة الخاصة من المجتمع إلى تنمية ورعاية وتشجيع ودعم كبير من الجهات الرسمية.